بسم الله الرحمن الرحيم. نشوفوا ان شاء الله اليوم واحد شويه باش نفهموا اب ستار، هذا الفولدر اب ستار ولا هذا الريبرتوار اب ستار اللي فيه لي بند الكونفيغ، يعني بند بحال قلتي حزم تغيير او اكسترا فوالا. والهدف ديالنا هو كيفاش ناجوتي واحد تيرم جديد. لاحظ معايا في هذا الريبرتوار كونسنس كاين بوت سلاب، كاين بوت سلاب بوان مي بوان سي سيت بوان سي اس اس. هنا فين تقدر دير لي تومبليت سي اس اس ديالك باش تقدر انك دير ريسبونسيف. مثلا بوت سلاب دارت كلاس فريم وورك سي اس اس مثلا باش يكون السيت ويب ديالك ريسبونسيف، يعني يتعامل مع سايز او حجم المتصفح باش يبقى عندنا لكي يبقى الموقع له نفس الرونق عندما نغير مثلا المتصفح. اذا الهدف ديالنا من هذا الفيديو البسيط جدا اللي هو ماشي رئيسي، تقدر يمكنك تجاهل هذا الفيديو، ولكن الهدف ديالنا هو كيفيه اضافه واحد التام جديد. تخيل مثلا البوت ستراب، نعم ولا تخيل مثلا البوت ستراب، هناك اصناف كثيره من البوت ستراب او اشكال من البوت ستراب. اذا البوت ستراب الرئيسي هو بوت ستراب بوان سي اس اس. تخيل مثلا لو حصلت على بوت ستراب اخر مثلا له ناسق اخر، مثلا بوت ستراب هيومن باغ اكزومبل، ان تيم اللي السميه ديالو بوت ستراب هيومن مثلا، اللي هو نفس هو بوت ستراب نيس، ولكن عنده ان تيم وعنده واحد المظهر جديد. اذا كيفيه اضافه تيم جديد الى 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 ريبرتوار كونتنت، وبالتالي يمكن تحميل هذا لي تيم من مواقع كثيره، مثلا واتش بوت ستراب مثلا هو موقع يعطيك مثلا فريم ورك مجانا لاستعمالها في الموقف، اذا في الموقع. اذا لديك مثلا ملف عنده ملف ليكستونسيون ديالو سي اس اس، يعني ولا تتحصل عليه اما تتليشارجي ولا تاخذه مع بعض الاصدقاء او الى ما غير ذلك. والهدف ديالنا هو كيفيه اضافه هذه. شوف غندير لي كوبي حتى كوبي، غندير لي كوبي ومشي هنا ومشي عند كونتنت وندير مثلا باست اعتقد فوالا. الحمد لله غيولي عندنا بوت ستراب هيومن بوان سي اس اس، تم جديد يغير بوت ستراب. اذا اردت ان تشغل بوت ستراب مرحبا، واذا اردت ان تضيف رونق اخر يمكنك اضافه الفيش الملف سي اس اس في المجلد كونتنت في الريبرتوار كونتنت. ولكن يلزمنا اعاده الكومبيلاسيون ديال البروجي، يعني ريكومبي بروجيكت باش ياخذ بعين الاعتبار هذا الملف الجديد او التام الجديد الذي اضفته الى كونتنت. وبالتالي غنمشي هنا عند اب ستار. هذا مجلد اب ستار هو الذي يعطينا مثلا الاتجاهات الموجهه نحو الملفات الموجوده في كونتنت وغيرها. واهم ملفات اب ستار هي بندل كونفيغ، بندل يعني حزمه متغيرات، حزمه متجهات اكسترا. اذا كليكي على بندل كونفيغ فوالا، وغنلقى بان عندي هذا الكلاس، هذا سي كلاس سي شارب عادي في مجموعه ديال روجيستر بندل، يعني مجموعه ديال الحزم بندل بوان اد جيكويري جيكويري فيرسيون جي اس اكسترا، بندل جيكويري فاليداسيون جيكويري فاليداسيون. حك اللي عندنا جوج الاشكال ديال التحقق من المعطيات المدخله الى الموقع، اما نستعمل لي كونترول دو فاليداسيون بحال كومبار فاليداتور روكورد فيلد فاليداتور اكسبريسيون ريغولار فاليداتور سامري فاليداتور، ولا استعمل لا فاليداسيون ديال جيكويري. لا فاليداسيون ديال جيكويري اللي تدار سو فورما ديال دي فيشي جيزون، وغنشوفوا ان شاء الله مجموعه تي بي اس على الفاليداسيون في السلسله ديال ام في سي. فاليداسيون جميله جدا باستعمال ملفات جيزون وعلى اكسترا. وعندنا ان شاء الله هنا البوت ستراب، اذا هنا يمكن تغيير البوت ستراب، تغيير الاتجاه لهذا الملف بوت ستراب هيومن. بدل بوت ستراب غنمشي عند بوت ستراب هيومن فوالا. اذا كاين بوت ستراب عادي وكاين بوت ستراب اكسترا.
اذا اللي صغير غنغيروا في هاد لا كلاس بند. اذا نغير مثلا الاتجاه فير اليوم، اذا نمشي عند كونتنت سي اس اس. كونتنت سي اس اس لاحظ معي جدا كونتنت، وهذا ريبرتوار كونتنت داخل ملفات سي اس اس. اذا نمشي عند واحد اخر سميته مثلا هنا، غندير هنا تريد سيس فوالا، سميه مثلا اليومن اليومن فوالا اليومن برافو فوالا. وهادو سو سون دي متجهات او بندل او حزم لتسريع الحصول على الملفات سي اس اس الشمال، وعلى يعني الكومبريسيون، يعني باش يولوا عندنا عندنا كومبريسيون باش ما يضيعناش، باش نسرعوا هذيك لي روكيت اتش تي بي. يعني بالزربه يبانوا لنا بسرعه تظهر الواجهات المصممه بلاش شامل. اذا الحمد لله هو هذا كتبدل اليوم. اذا من تزيد انت تتعقب تبدل في هذا هنا وتمشي دير اوكي الحمد لله تتعقب ثاني تجينيري لو. اذا سنو يعني خاص ضروري بدلنا الكود شي حاجه في استشهر، وبالتالي وجب علينا اننا نبويلديو البروجي او كومبيليو البروجي ديالنا. اذا بويل بروجيكت، اذا نتسناو انه يعطينا التوافق بويل الكسيكوس الحمد لله. اذا شكرا على الانتباه ديالكم، والى اللقاء. دابا الهدف ديالنا ان تعلمنا شي شويه شنو هو الكونتنت وفي الملفات ديال لو تيم ولا ديال سي اس اس فوالا. وتعلمنا بان عند اضافه تيم جديد للاستعمال وجب انك تمشي ريكومبيلي بندل كونفيغ في المجلد اب ستار باش ياخذ بعين الاعتبار الملفات الجديده ديال لو تيم. اذا شكرا على الانتباه ديالكم والى اللقاء. شكرا.